مستمعينا الكرام، عودة إلى فعاليات مساء الدوحة، وتتواصل المنافسات العلمية بين المبتكرين في برنامج نجوم العلوم، وقد استطاع الابتكار القطري سجادة الصلاة التعليمية الذكية أن تصل إلى مرحلة المجلس العلمي، حيث يتم إثبات المفهوم وشرح المشاكل والتحديات. نتعرف أكثر مستمعينا الكرام على هذا الابتكار القطري المشارك في نجوم العلوم، ونرحب بالمهندس عبد الرحمن صالح خميس صاحب الابتكار. أخوي عبد الرحمن مساء الخير. يا مرحبا، مساء النور. حياك الله. بداية خلينا نتكلم عن كيفية مشاركتك في هذا البرنامج، برنامج نجوم العلوم. في البداية وشي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أمسي عليكم وأمسي على مستمعينكم الكرام، وأشكركم على استضافتي عبر الأثير. الصراحة أنا مشاركتي في نجوم العلوم يعني بدأت بفكرة، صراحة أن الفكرة كان لها هدفين رئيسيين، أو قاعد أحل فيها مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى، وهي وكل مشكلة لها قصة. القصة الأولى كانت سبحان الله في أحد الخوات يعني ذكرت لي زارة نيوزيلندا بعد الأحداث المؤسفة اللي صارت في المساجد هناك، وسبحان الله في كثير من النيوزيلنديين حبوا يتعرفون على الإسلام، يعني إيش هو هذا الإسلام، شنو هذا الدين وكذا، وسبحان الله ناس كثير دخلت الإسلام. فهي يوم راحت وشافت الموضوع، شافت أن طريقة تعليمهم للصلاة كانت عن طريق يطبعون ورقة بحجم السجادة وتنفرش على الأرض أن تكون كسجادة، فالشخص اللي بيتعلم يقرأ أركان الصلاة وإيش يقول في كل حركة من حركات الصلاة وهالأمور بورقة مطبوعة. فأنا قلت سبحان الله، يعني الحين إحنا في القرن 21 والتكنولوجيا كلها من حوالينا، ليش ما في حل تكنولوجي يواكب القرن اللي عايشين فيه بحيث أنه يقدر يعلمهم بطريقة سهلة ومريحة. احنا اليوم سبحان الله نعيش في بيئة مسلمة، يعني المجتمع الإسلامي بلد إسلامي اللهم لك الحمد، تلقى بين المسجد والمسجد في مسجد في الوسط. فطريقة تعليمنا احنا يعني احنا تعلمنا يوم كنا صغار، طريقة كانت جدا يعني حين بديهية بالنسبة لنا، تعلمنا من روحتنا للمسايد، تعلمنا من ابهاتنا وهذه الأمور هاي كلها. في الغرب سبحان الله، وانا عايش في الغرب، يعني يمكن أقرب مسجد للمسلم يبعد عشرات الكيلومترات إذا ما كان المئات. فبالتالي هذا الشخص يعني تلقاه منفصل، فإذا يبي يتعلم طريقة الصلاة يبي يتعلم كذا، ما في مجتمع من حواليه يحاول يعلمه ويصحح له الأخطاء اللي ممكن يرتكبها. فهذه السبب الأول أو المشكلة الأولى اللي كنت قاعد أحاول أحلها في السجادة. المشكلة الثانية اللي هي إحنا نلاحظ في رمضان سبحان الله الكثير منا يجتهد على أساس إنه يختم القرآن. فنلقى الكثير منا إنه يحمل المصحف أثناء أداء الصلاة، ويحاول إنه مثلاً وهو يحاول يعني حامل المصحف يحاول إنه يركع ويسجد، يقوم مرة ثانية يفتح القرآن يحاول يقلب الصفحات يحاول يتذكر أنا في أي صفحة أنا في أي آية، سبب ارتباك يعني للمصلي. وأنا قلت يا أخي ليش ما في حل يعني يكون في الشاشة موجودة في السجادة نفسها بحيث أنه يقدر يقرأ القرآن وعينه تكون في موضع السجود ما شاء الله، ويعني تعرفي يعني طريقة أنه تكون سهلة بالنسبة حق المصلي أنه يقدر يقرأ القرآن يختم القرآن وكذا هو مرتاح. فهذا كان سببين رئيسيين اللي كنت أحاول أحل فيها المشاكل يعني اللي تواجه المصلي. جميل جدا. أتوقع يمكن صعب أن يعني نوصف هذه السجادة للمستمعين، ولكن بشرح بسيط ممكن تشرح لنا شلون يعني طريقة عملها؟ أكيد. السجادة فيها طبعا حساسات ضغط على طول وعرض السجادة، وفيها شاشة مخيطة في السجادة نفسها حيث أن حتى الشاشة ما تبين، فسبحان الله الواحد إذا مثلا محتاج الشاشة تنور كأنها يعني نفس السحر، يعني أحاولها يعني أقرب وصف لا يعني. الحمد لله اكتمل يعني تصميم السجادة اليوم في تطبيق مصاحب، في تطبيق مصاحب للسجادة بحيث أن الواحد يقدر يحط الصلاة اللي يبغي يتعلمها وصور القرآن ويبدأ بتعلم الصلاة. طبعا الحمد لله اليوم أنا وصلت لمرحلة جدا متقدمة في نجوم العلوم، يعني وصلت من أفضل أربعة اللهم لك الحمد يعني لك أي والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. المرحلة هذه وخلصنا فيها الديزاين،
يعني كتصميم للمنتج نفسه خلصناه، فاللي حاب يشوف ممكن انه يدخل على موقع نجوم العلوم جميل. او على اليوتيوب يقدر يشوف صور، او حتى يتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي انا حاط الصور هناك. نعم جميل جدا هذا الاختراع والابتكار، مثل ما ذكرت هو لتعليم الصلاة ايضا، اتوقع يعني وايد من الامهات يعني يتمنون الحصول على مثل هذه السجادة كتحبيب وترغيب. صحيح. وتعليم الصلاة أيضا للأطفال الصغار مثل ما ذكرت. ما هي المرحلة الحالية في المنافسات؟ المرحلة الحالية الله يسلمكم إن إحنا خلصنا مرحلة proof of concept أو إثبات المفهوم، وكان علي إني مثلا يعني أحلل حركات المصلي كلها فقط من خلال pressure sensors أو من حساسات الضغط. فاللهم لك الحمد اليوم تمكنت أني أقدر أعرف وضعية المصلي إذا كان في وضعية القيام، الركوع، السجود، حتى السجود سبحان الله يعني في كثير مني يرتكب أخطاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، في كثير من المصلين يعني يقعون في أخطاء، مثلا يصلون الجبهة ما تلامس الأرض، أو حتى يصلون مثلا ما يبسطون الكف بالقبضة، فهذه أخطاء يرتكبها المصلي، فأنا عبر الحساسات هذه أقدر أكتشف أن ارتكب خطأ وأنبهه في التطبيق المصاحب اللي على التليفون أنه والله أنت مثلا كان عندك خطأ وتقدر تصلح الخطأ يعني هذا في المستقبل. يعني هذه عفوا طبعا أخوي عبد الرحمن، يعني هذه الآن تعتبر السجادة تعليمية فقط؟ نعم، هي هدفها أن تكون تعليمية للمسلمين الجدد والأطفال اللي حابين يتعلمون الصلاة. نعم صحيح صحيح. طبعا المهندس يعني عبد الرحمن صالح خميس صاحب هذا الابتكار، خلينا نتكلم أيضا وتحدثنا وتحدث المستمعين عن المشاكل، أكيد في مشاكل وأيضا صعوبات وتحديات واجهتها خلال هذا الابتكار. والله أكيد يعني أي ابتكار أو أي فكرة جديدة ما تخلى من المشاكل والعقبات اللي يواجهها المبتكر أو المخترع. طبعا أنا في البداية واجهتني صعوبة أني كيف أقدر أحلل وضعيات المصلي، والحمد لله تمكن من استخدام لغة الآلة والماشين ليرنينج أني أقدر من خلال تجميع البيانات اللي موجودة أسفل القدم، يعني كان فعلا هاي النوفيلتي أو الشيء المبتكر أني فقط من خلال حساسات الضغط اللي موجودة أسفل القدم أقدر أحلل إذا كان في وضعية قيام أو ركوع، لأن السنتر أوف جرافيتي يتغير وتوزيع الضغط أسفل القدم أيضا يتغير، فهذا كان الشيء الجديد يعني اللي قدمه. وبالإضافة إلى دمج الشاشة أني أدمجها بطريقة أنها تكون حتى المصلي ما يحس أنها إن في شاشة أصلا في البداية، يعني يشوف يقول وين الشاشة، يعني لما يستخدمها ولما يحتاجها تكون ظاهرة. كان تحدي كبير بالنسبة لي أني أخليها مرنة، يعني هل حساسات الضغط وهل الإلكترونيات وهذه الأمور هذه كلها موجودة في السجادة، الواحد يتخيلها يقول شنو هاي السجادة إيش كبرها بتكون، بس كان في تحدي كبير أن أقدر أصغر السجادة بحيث أنها تكون مناسبة أن الواحد يقدر يحملها يوديها معاه. التحدي آخر أن مثلا السجادة نفسها ممكن فيها بروفايل يعني أو يوزر بروفايل أو أكثر من مستخدم للسجادة، أن حق الأطفال مثلا يعني يختار البروفايل مال الطفل أنه يتعلم الصلاة، يختار البروفايل مال الشخص نفسه مثلا أنه يتعلم هو الصلاة مثلا. فهذه الحمد لله التحديات كلها تغلبت عليها يعني الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. طيب أكيد عندك طموح علمي لهذا الابتكار، وهل سيتم تسويقه في المستقبل؟ هذا هو السؤال. والله هذه بالنسبة لي أولويتي الحين اليوم، يعني أنا مركز 100% إن شاء الله من بعد نجوم العلوم إن هذا المنتج يرى النور في أقرب فرصة ممكنة. وطبعا يعني أنا هذا تركيزي وهذا أساسي إن شاء الله، وبدعواتكم يعني معاي الله يوفقك إن شاء الله، إن شاء الله وتشجيعكم يعني إن شاء الله أتمكن إني أقدر أوصل للسوق إن شاء الله. إن شاء الله راح توصل إن شاء الله في يوم من الأيام يا أخوي طبعا عبد الرحمن صالح خميس، ونتمنى يعني مستقبلا إن شاء الله أن تكون عندك أيضا ابتكارات واختراعات أخرى تخدم هذا المجتمع إن شاء الله. جزاكم الله خير، وحب أشكركم على استضافتي، وأسأل الله أن يكتب لكم ولكل العاملين في الإذاعة الأجر، أنتم تحتوا لي الفرصة أني أتكلم عن اختراعي وابتكاري هذا، ولكل المستمعين اللي دعموني وشجعوني لهاللحظة
ودعواتكم معاي اني اتاهل للنهائي يوم الجمعه ان شاء الله في باذن الله البرنامج تعالى. ان شاء الله واقدر امثل قطر يعني في برنامج نجوم العلوم بافضل صوره ان شاء الله تعالى. باذن الله تعالى. شكرا لك طبعا المهندس عبد الرحمن صالح خميس صاحب هذا الابتكار، وندعو الله سبحانه وتعالى ونساله لك التوفيق باذن الله، وايضا ترفع راسنا يا عبد الرحمن. امين امين، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين، فعلا الابتكار جدا رائع، وهذا الاختراع أتمنى من الاختراع اللي يتم تسويقها أيضا في المستقبل. العديد من الناس بحاجة لمثل هذه السجادة، سجادة الصلاة الذكية، مثل ما ذكر أخونا عبد الرحمن يعطي ألف عافية، وإن شاء الله يوم الجمعة يكون من المتأهلين. صحيح. إن شاء الله. فالآن هو يحتاج إلى الدعم فقط منكم مستمعين الكرام، بإمكانكم أيضا ترفعون يدكم الله سبحانه وتعالى، تدعون له إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. طبعا من شبابنا اللي دائما نفتخر فيهم عبير، ونتمنى له إن شاء الله كل التوفيق.